بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وهدى ورشادا يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا البرنامج، برنامج أسس العلم، والمقصود منها الإتيان على أهم المسائل التي يجب على المسلم أن يعرفها، وذلك ما يتعلق باعتقاده وعمله. ونبتدئ هذا البرنامج إن شاء الله بشرح ثلاثة الأصول وأدلتها، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه. ابتدأ الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فابتدأ الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ابتدأ رسائله بالبسملة واختصر عليه، وهكذا فعل المصنف رحمه الله تعالى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في الإفصاح عن مقصده، فقال: اعلم رحمك الله. وهذا من اللطف بمكان، فإنه ابتدأك بالدعاء مبينا لك شدة شفقته عليك، فيدعو لك برحمة الله عز وجل. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب على كل مسلم بل على الناس جميعا تعلم أربع مسائل. الأولى، أولى هذه المسائل الأربع، العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فبين رحمه الله تعالى المسألة الأولى، ثم بين ماهيته أو حقيقته، ما هو هذا العلم. فقال: المسألة الأولى العلم، يجب على كل مسلم أن يعلم. وما هو العلم الواجب على كل مسلم؟ أن يعرف الله وأن يعرف نبيه وأن يعرف دين الإسلام. ثم بين طريقة المعرفة بالأدلة، يعني يكون عالما بالله وعالما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عالما بنبيه، وأن يعرف دينه بالأدلة. ومقصوده رحمه الله تعالى بقوله بالأدلة أن لأن المسلم إذا عرف هذه المعاني لابد أن يعرف أنها متعلقة أو مبنية على أدلة، وإن لم يستحضر ذلك الدليل في جميع حياته، لكن يعرف أنها مبناها على الدليل ويعرف الدليل، ثم قد ينسى الدليل لكنه يعرف أنه إنما تلقاها عن دليل. فهذا المقصود من قوله بالأدلة. ثم قال: الثانية العمل به، يعني المسألة الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني الأذى في العلم وما يترتب عليه من عمل ودعوة.
فيجب علينا أربعة أشياء: العلم، ثم العمل بذلك العلم، ثم الدعوة إلى العلم، ثم الصبر على الأذى المترتب على العلم وما ينتج عنه من دعوة ومن عمل ودعوة. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجه الدلالة في هذه السورة أن الله عز وجل أقسم بالعصر، والعصر هو الوقت المعروف آخر النهار ووقت صلاة العصر، لأنه هو المقصود شرعا. إذا قال الله، إذا تكلم الله عز وجل في القرآن عن العصر، أو تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العصر في السنة، فإنما مقصودهم في ذلك المتبادر أنه صلاة العصر. فكذلك هذا المكان، الله عز وجل أقسم بهذا الوقت وهو وقت شريف، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. قال إن الإنسان، وإن للتوكيد، والإنسان هذا الجنسية دخل على اسم جنس فعم، يعني إن جميع الناس، جميع الإنسان، جميع الناس لفي خسر، واقعون في الخسر. والخسر والخسارة كما عرفه القرآن: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، الذين يخسرون أهلي أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم الخاسرون، وهذه هي الخسارة. ولكي ينجو الإنسان من هذه الخسارة، استثنى الله عز وجل منها من اتصف بأربع صفات، فقال: إلا الذين آمنوا، الصفة الأولى الإيمان. قال: وعملوا الصالحات، الصفة الثانية عملوا الصالحات. قال: وتواصوا بالحق، الصفة الثالثة التواصل بالحق. قال: وتواصوا بالصبر، الصفة الرابعة التواصي بالصبر. ووجه الدلالة من هذه السورة على هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ أن الله عز وجل حكم على جميع الناس بالخسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة، وهذه المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ. فالعلم في قوله: إلا الذين آمنوا، فإنه لا إيمان إلا بعلم، فإنه لا إيمان إلا بعلم، فالإيمان يدل على العلم، هذا دليل العلم، الإيمان. إلا الذين آمنوا. قال: وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، أن تعمل بهذا العلم الذي علمته، علمت أن الله ربك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك، وأن دينك هو دين الإسلام، اعمل بذلك، فاعبد الله عز وجل، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل أحكام الإسلام في حياتك. وعمل الصالحات، وتواصوا، والتواصي هو دليل الدعوة، أن تدعو الناس إلى الحق، أن توصيهم بالحق، أن يوصي الناس بعضهم بعضا بالحق، فهذا دليل الدعوة. وتواصوا بالصبر، ودليل الصبر أنهم يدعون إلى الصبر، قال: وتواصوا، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، فهذا دليل وجوب هذه الصفات الأربعة. ومن الفوائد اللطيفة في هذه السورة أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر مسألة لطيفة، فقال: إن الله عز وجل استثنى في هذه السورة إلا الذين آمنوا، ثم قال: وعملوا الصالحات، فعطف العمل الصالح على الإيمان. والإيمان عند أهل السنة يشمل القول والعمل، فقال: عطف العمل الصالح على الإيمان، مع أنه منه. لماذا؟ لبيان أهميته. فلماذا عطف الله عمل الصالح على الإيمان؟ لأنه مهم. ثم قال: وتواصوا بالحق. قال: والتواصي بالحق من العمل الصالح، أفرده الله عز وجل لماذا؟ للأهمية. قال: وتواصوا بالصبر. قال: والتواصي بالصبر
من التواصي بالحق، لكن الله عز وجل أفرد التواصي بالصبر لأهميته، فدل على أن هذه الأمور كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الصبر، لأن من لا يصبر لا يدعو إلى الحق، ومن لا يصبر لا يعمل، ومن لا يصبر لا إيمان له. فبين هذه في هذه السورة أهمية الصبر. قال الشيخ رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. قال هذه السورة يعني سورة العصر، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، يعني لكفتهم في أن يعرفوا أنه يجب عليهم أن يؤدوا حق الله عز وجل. وهذا يعني في إقامة الحجة عليهم أنهم يجب عليهم أن يطلبوا هذه الأعمال، يعني الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه الأعمال الأربعة المذكورة في هذه، وهذه يعني مرجع الدين، الدين كلها راجعة إلى هذه الأشياء الأربعة. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا النقل من الشيخ رحمه الله تعالى لكلام البخاري هو نقل بالمعنى لا باللفظ، هو نقل بالمعنى لا باللفظ. قال وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، يعني يجب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قبل القول والعمل. والاستغفار يشمل القول والعمل، فإن الاستغفار يكون باللفظ ويكون أيضا بالمعنى، لأن الاستغفار يشمل التوبة، والتوبة من جنس الأعمال. فقال الله عز وجل في هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم بلا إله إلا الله، ثم رتب على ذلك واستغفر لذنبك، رتب عليه الاستغفار الذي هو القول، والعمل الذي هو التوبة المتضمنة في الاستغفار. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ثلاث مسائل أخرى، فقال: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، هذه المسائل الثلاث التي سيبينها الشيخ. فقال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني هملا لا نؤمر ولا ننهى، بل نحن مأمورون ومنهون. قال: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. مقصود المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه يجب طاعة الرسول ويحرم عصيانه، هذا مقصود الكلام كله، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أنه يجب طاعة الرسول ويحرم عصيانه أو معصيته، قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فبين الله عز وجل في هذه الآية عاقبة من عصى رسوله الذي أرسله إليه وهو فرعون. عصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه وهو موسى، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي فأخذه الله أخذا شديدا، عذبه الله عز وجل. فرتب على عصيان الرسول أو على معصية الرسول العقاب، مما يدل على تحريمه ويدل أيضا على وجوب طاعته، لأن من لم يطعه فقد عصاه. ووجه دلالة وجوب ذلك علينا أن الله عز وجل لما بين مآل فرعون إذ عصى الرسول المرسل إليه، إنما بين ذلك للتنبيه على أن من قابل رسوله المرسل إليه كما قابل فرعون الرسول المرسل إليه فإن عاقبتهما سواء. فمن عصى رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فإنه سيعاقب كما عوقب فرعون إذ عصى رسول الله موسى عليه السلام. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا مقرب ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومقصوده رحمه الله تعالى أن الشرك لا تجوز، مقصود هذه المسألة أن الشرك لا تجوز وأن العبادة حق لله عز وجل وحده. فقال والدليل على ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ووجهه أن قوله وأن المساجد لله عز وجل وأن المساجد لله يعني بذلك أن مواضع العبادات لله عز وجل، فالعبادات كلها ما دام أن هذه المواضع له فإن العبادة لا تنبغي أن تكون إلا لمن له الموضع الذي يؤدى فيه تلك العبادة. فهذا دليل على استحقاق الله وحده للعبادة وأن المساجد لله، والمساجد مواضع العبادات. فإذا كان الموضع التي تؤدى أو الذي يؤدى فيه العبادة لله عز وجل فالعبادة التي تؤدى في ذلك الموضع ينبغي أن يكون لله عز وجل أيضا. فدل هذا الجزء من الآية على استحقاق الله للعبادة. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله أحدا نكرة في سياق النهي فيعم، يعني فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، لا أحد، يعم جميع من دون الله عز وجل، من غير الله عز وجل. قال فلا تدعوا مع الله عز أحدا. وهذا الدعاء لا تدعو يأتي بمعنيين، يأتي في لسان الشرع بمعنيين، دعاء المسألة وهو أن تسأل الله عز وجل شيئا، ودعاء العبادة وهو أن تعبد الله عز وجل، فيدخل فيه جميع أنواع العبادات. لأن لسان الحال أنك ما تفعل هذه العبادة إلا طلبا لرضا الله عز وجل وخوفا وهربا من عقابه سبحانه وتعالى. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالجزء الأول في بيان استحقاق الله تعالى للجميع أنواع العبادات، والجزء الثاني من الآية لدليل أنه لا يجوز أن يصرف شيء من تلك العبادات لغير الله عز وجل. قال الثالثة أن من أطاع الرسول، يعني من حقق المسألة الأولى ووحد الله وحقق المسألة الثانية، المسألة الأولى في طاعة الرسول والمسألة الثانية في توحيد الله، قال ماذا يترتب على هذا؟
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن من آمن بالله واليوم الآخر لا يواد من حاد الله ورسوله حتى لو كان أقرب قريب، لو كان أقرب الناس إليه. والمحبة المنهي عنه هو محبته لمحاداته لله عز وجل، لا محبته لشخصه. قد تحب شخصا ترى جمالا، يعني أنت تبغض هذا الشخص، نعم تبغض نفس هذا الشخص، لكن تبغضه من ناحية وتحبه من ناحية، هذا لا يعني لا إشكال فيه. فإنك قد ترى شيئا جميلا، شخصا جميلا، هو وجهه جميل ويعني شكله جميل، لكن معاملته معك سيئة فتكرهه، لا لجمال شكله، وإنما لسوء معاملته، تكره نفس الشخص لا عمله فقط، أنت تكرهه وعمله. فهذا المقصود من من حاد الله عز وجل. فالله عز وجل يعني قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله عز وجل، فهو لا يواد من حاد الله عز وجل، لا يوده لأجل هذه المحادة، بل يكرهه لهذه المحادة. فإن من حاد الله عز وجل يجب عليك أن تكرهه ولو كان أقرب الناس إليك. ولا يمنع من ذلك المعاملة بالحسنى، لأن الله عز وجل أمرك بمن حولك أن تعاملهم بالحسنى، ومن أخص ذلك الوالدين، قال: ولو كانوا آباءهم، قال: وبالوالدين إحسانا، فحتى ولو كان كافرا فإنه قد حاد الله عز وجل، وأنت تعامله بالحسنى لأن الله أمرك به، لا لأنه محاد لله ورسوله. ويتبين ذلك بأنه إذا أمرك بشيء، أو إذا كان ما ستساعده فيه شيء يحاد فيه الله عز وجل ورسوله، فإنك لا تساعده، لا يجوز لك مساعدة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: أخري وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فدلت هذه الآية، إذ نفى الله عز وجل المودة عمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من حاده ورسوله صلى الله عليه وسلم، نفى عنهم المحبة، نفى عنهم الموادة، فدل على أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليك. وهذه الموالاة أحيانا قد يكون محرما، وقد يصل إلى الردة، وقد يصل إلى الردة على حسب ما يترتب عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تنبيه: هاتان المتقدمتان اللتان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى في بداية ثلاثة الأصول هما رسالتان مستقلتان
عن أصل المتن ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ. هو مؤلف هاتين الرسالتين أيضا، كان مستقلتين تعالى إلى متن ثلاثة الأصول، فتلاميذه متن ثلاثة ليست من الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فتفضلوا يعني بالكتابة، وإلا نقف هنا إن شاء الله ونكمل الكتابة غدا بإذنه تبارك وتعالى. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.